ورحمة الله تعالى وبركاته ومشاهدين الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامجكم الأسبوعي عالم الطب. مشاهدين الكرام، نستضيف لكم في هذه الحلقة بعض كبار الأطباء المشاركين في القافلة الطبية التي ينظمها ويمولها الدكتور محمد الصنيب منذ 13 سنة ولوحده. طبعا هذه القافلة قادمة من مدينة أطار بعد أن أنقذت حياة الكثيرين ممن لا حول لهم ولا قوة. استشارات مجانية، إجراء العمليات الجراحية المستعجلة، إعطاء أدوية مضمونة من التزوير حسب المستفيدين، وحتى نقل المريض إلى المغرب أو العاصمة نواكشوط إن اقتضت حالته ذلك. وتضم هذه القافلة لهذه السنة 27 طبيبا ما بين أستاذ وأستاذ مساعد متخصصين في مجالات الجراحة العامة والتخدير والنساء والتوليد وجراحة المسالك البولية وجراحة الأعصاب والأطفال والعيون والطب الاستعجالي والأشعة والأنف والحنجرة والصيدلة، إضافة إلى القلب والشرايين والغدد والأمراض الجلدية طبعا والطب العام. إذا مشاهدينا الكرام، رحبوا معي بهذه الكوكبة الذين قبلوا دعوتنا رغم مشاق السفر ورغم أنهم جاءوا حالا من سفرهم من أطار. اهلا بكم اساتذتي الاعزاء. اهلا بك الاستاذ المشرقي مصطفى، رئيس الجمعيه المغربيه لامراض الكلى والمسالك البوليه، اهلا بك. البروفيسور خز دريس، الرئيس السابق لمصلحه الجراحه بمستشفى بن الرشد، اهلا بك. ولكن قبل ذلك من اليمين الى اليسار الدكتور محمد الصنيبه، اختصاصي طب اشعه والصدى، اهلا بك دكتور. البروفيسور امل سعيد، رئيس مصلحه امراض الجلديه والفحص بالصدى، اهلا بك دكتور. البروفيسور فضيل المالعاني، رئيس مصلحه طب الاطفال بالمستشفى الجامعي محمد السادس، اهلا بك. اهلا بك دكتور. واهلا بك ايضا من جديد البروفيسور خز ادريس، الرئيس السابق لمصلحه الجراحه بمستشفى ابن رشد. شكرا. اهلا بكم جميعا في بلدكم الاول موريتانيا. طبعا بدايه دكتور محمد الصنيبه، لماذا مدينه اطار بالذات وللمره السادسه؟ مرحبا، نشكر التلفزة الوطنية أعطتنا الفرصة نتكلم عن هذه القابلة، ولأول مرة نحط في استديوهات التلفزة الوطنية. المرة السادسة لمدينة أطار لأن كان الاختيار أصلا على مدينة العيون، ولكن للأسف الشديد اللي وعر الطريق والمشاكل اللي مسار تركاتيها وواقعة في الطريق العيون هي اللي عادت الاختيار ينحط على مدينة أطار مدينة أطار، ولكن الاختيار على مدينة أطار لا اختيار رمزي، لانه ما يمنع اي، لان المرضى اللي جاونا جاوا موريتانيا كانوا جاوا من سيدي بابي، جاوا من نعمه، جاوا من العيون، وبالتالي كان المجال مفتوح لكل المواطنين الموريتانيين اللي كانوا يقدروا يستفادوا من الاستشارات ومن العمليات الجراحيه. بالتالي اختيار مدينه اطار كان اختيار رمزي لا لشيء اخر. مرحبا. زين استاذ المشرقي، ماذا عن العمليات التي استعصت في المره الماضيه اللي استطعتم ان تتغلبوا على؟ اولا شكرا على الدعوه. شكرا. احنا في بلدنا كنحسوا اننا في بلدنا موريتانيا. اهلا بكم. العمليات اللي استعصت المره الفارطه حاولنا اننا نحاولوا نصلحوها ونعدلوها في هاد الفرصه اللي تحت لنا هذه المره. في الحقيقة كنشكر الإدارة المستشفى أن الطريقة التنظيمية اللي قمنا بها هذه السنة كانت أحسن، والظروف كتحسن سنة عن سنة، اللي جعلنا أننا نخدموا في ظروف صحية ويمكننا نجري أكثر ما ممكن من العمليات. وش هي العمليات اللي استعصت السنة الماضية استطعتكم أنكم تحلوا المشكلة هذه السنة؟ ما هي نوعيات تلك العمليه؟ العمليات بحال فيما يخص الاختصاص اللي كنشتغل فيه، اكثر موجود هو مرض العسر ديال البروستات. بودنا كنحلوه هنايا في مدينه أطار مكياس، اللي كيطلب لنا مشاكل او كيوضع لنا مشاكل هما العمليات اللي تحتاج المنظار، كمثلا تسريح الكلي او قضيب الكلي. فبالضبط هذه السنة من بين الخمسة المرضى اللي غادي يكملوا العلاج ديالهم في الدار البيضاء، منهم اثنين يحتاجوا الجراحة بالمنظار. خمس مرضى
يكملوا علاجهم بالدار البيضاء. غادي باتفاقيه مع الدكتور ولد صنيبه هو اللي غيتحمل تكاليفهم. طبعا اذا خمس مرضى عمليات بروستات او عمليات كلى؟ لا الكلي وبالضبط حصر الكلي بين القضيب والمثانه. اوكي دكتور امل، ماذا لفت انتباهكم في هذه المنطقه كمتخصصين في الامراض الجلديه من الامراض طبعا اللي غير معروفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اشكر بدوري الاذاعه التي اتاحت لنا هذه الفرصه، واشكر جزيل الشكر الدكتور صنيبه لان اول مره اتي لموريتانيا، فهي تجربه قويه بالنسبه لي، اكتشفنا امور جديده. فيما يخص الاختصاص ديال الامراض الجلديه في منطقه اطار، تقريبا كاين واحد العدد كبير من التعفنات الجلديه خاصه بالفطريات، خاصه لدى الاطفال. تقريبا تم كاين واحد اكثر من 50 حاله طفل اللي عنده مصاب بالفطريات في الشعر ديالو، هي ناتج حيت هي مرض معدي، فيها نوعين معدي من الحيوان الى الانسان، وفي نفس الوقت هناك امراض معديه ما بين الاطفال في المدارس. فهنا كاين خاص مجهودات تكون في هذا اطار ليجيان سكولير، خاص امور. ثم كاين هذا هو الاكثر، كاين امراض الحساسيه الجلديه عند الاطفال وعند الكبار، كانت بعض وبعض الحالات الاخرى من الامراض الاكثر شيوعا. وفي نفس الوقت لم نكتشف اورام كثيره سرطانيه، منتظر يكونوا اورام سرطانيه لان منطقه فيها اشعه الشمس كثيره، ولكن كانت حاله واحده لسرطان الجلد. فتقريبا هذا اجمالا الحالات التي تم تشخيصها. تم تقريبا رؤيه اكثر من 400 مريض، 422 مريض بالضبط، متفرقه على خمس ايام. 100 حاله تقريبا كلها اصابات بالفطريات، والحالات الاخرى متفرقه ما بين الامراض الجلديه من صدفيه، من مرض البهاق، تعفني عن الاطفال، بكتيريا. تقريبا هذه هي مجمل الحالات، حاله سرطان وحيده. الحمد لله. دكتور، ماذا لاحظتم عن هل لاحظتم وجود امراض جلديه نادره مثل الامراض التي انقرضت خاصه انه في مناطق؟ لا امراض كاين، كانت حالتين من امراض ولاتيه ولكن معروفه مش نادره، وكانت حاله ديال مرض السكل، عواقب ديال لا ليبر. ما كانتش حاله يعني اكتيف، كانت لا ليبر جدان، حالات عباره عن لي كومبليكاسيون، مش حاله خدات الدواء ولكن بقات المضاعفات ديالها. مضاعفات اما باقي الحالات فهي حالات عاديه. لا الحمد لله. البروفيسور فضيلي، ما هي اكثر امراض الاطفال التي عرضت عليكم وما هو اكثرها استعصاء؟ بالنسبه للتشخيص في المجمل يمكن نصنفوه ثلاث انواع من الامراض. اولا الامراض الحساسيه يعني كاينه بنسبه كبيره، كاين سوء التغذيه للاسف الشديد يعني حساسيه اساسا مما حساسيه يعني امراض حساسيه الصدر يعني الضيقه الصدريه. بالاضافه للامراض الجلديه اللي كان الاستاذ تكلم عليها الاستاذ امل، وكاين سوء التغذيه وعدم التوازن الغذائي، وكاين بالنسبه للشق الثالث اللي هو يمكن الوقايه هو للاسف الشديد هو الراشيتيزم، الكساح. وهذا ناتج عن نقصان في الفيتامين د اللي يمكن نعطوه للاطفال في الزياده وبعد ست شهور، ويمكن نقضوا عليه فقط بالوقايه. للاسف الشديد تم تشخيص يعني مجموعه، يعني اقول الان بالنسبه للدول التي لا يتم تطعيم الاطفال بها بالفيتامين د يوجد، يعني من هنا يعني يمكن نقولوا بانه خص تكون ضافت الجهود، لانه الفيتامين د يهم كذلك حتى النمو العقلي وحتى فقر الدم، وقد قد ياثر على القدره العقليه للاطفال. يعني هادو مسائل، ثلاث مكونات، ثلاث انواع من الامراض اللي تم تشخيصها في مدينه اطار.
زين دكتور، بوصفكم متخصص في امراض الاطفال، هل لاحظتم عدم متابعه في اطار عدم متابعه الامهات لتلقيح الاطفال، نظام تلقيحي للاطفال؟ اولا يجب ان احيي القائمين على نظام التلقيح، يعني كانت لي فرصه نشتغل مع المسؤوله مباشره. هناك مجهود من طرف القائمين على الشان الصحي، والغالبية تقريبا تم تلقيحها، يعني إشكال فقط هو كيفية تغذية الأطفال. هناك ينطرح عدم استجابة الأمهات، يعني كاين هناك مجهود قائمين به المسؤولين، ولكن ربما بأن التوعية أكثر بالتغذية خصوصا حليب الأم، بالإضافة من بعد 6 أشهر هناك نوع من التغذية اللي خصنا نعطوه للرضع بتوازن، ونحافظوا على الرضاعة الطبيعية لأنها هي الأساس حتى سنتين. زين بالنسبة لكم بروفيسور إدريس، هل واجهتكم صعوبات أثناء إجراء الجراحات في هذا الوقت الوجيز؟ أولا أشكركم على الاستضافة، وأشكر الدكتور محمد صنيبة اللي أتاح لنا الفرصة مدة 13 سنة باستمرار كنجيو هنا. وشنو وقع؟ وقع ان هناك ولاو السكان يعرفون هنا المسؤولين، وكذلك اطر طبيه اللي كاينه في عين المكان. بالنسبه للعمليات الجراحيه اللي قمنا بها، قمنا بعمليات جراحيه تقريبا جميع انواع الجراحه، جراحه البطن، جراحه النساء، وجراحة الغدد، ولابتيت شيرورجي جراحة البسيطة، جراحة ديال إذن ما كان هناك صراحة حتى شي صعوبة. العمليات كلهم وخا كان شيء من الصعوبة من ناحية الغدد اللي كانوا منتشرين في داخل الصدر، ما كان حتى شي صعوبة، والحمد لله كل شيء داز بخير. ونزيد واحد الامور، اننا من ناحيه بعض امراض السرطان اللي استكشفناها، باش نقول بان القافله ما كتحدش يلاه في هذا الاسبوع، وانما بعض الامراض مرضى كنفتحوهم في المغرب في الدار البيضاء بفضل الاستاذ محمد صنيبه. يعني السنه كلها كتكون بين قوسين قافله طبيه. ان شاء الله السنه كلها قافله طبيه، خاصه متابعه والمتابعه ان شاء الله. دكتور محمد، كيف جاتكم هذه الفكره الرائعه من البدايه؟ البدايه كانت فكرنا خارج المجتمع المغربي. اسمح لي هذا السؤال يدور يطرح لك مرات، غير بالنسبه للقناه لا السنه حسنه سنه الاطباء المغاربه. لان تعلمتها من المغاربه، من كليه الطب المغاربه عندهم كفاءات كبيره، وعندهم اللي ميزه بتزويه الوطنيه وحب وطنهم، هذا الشيء فعلا نعترف به. وانا تعلمت من فكره الحمله الطبيه، اللي كنا في الكليه دائما الاساتذه معاه كلهم قريتوا والله ما دينتوا على الاقل في الشارع عند الحمله الطبيه. وبالتالي مع مشي في الحملات الطبيه سافرت انا فكره لماذا انا اذا اجتهدت الفرصه ندير حملات طبيه مره ثانيه. وفعلا الفكره استحوذت من بلدي الثاني المملكه المغربيه من الاطباء المغاربه، لاشهد لهم بالكفاءات واشهد لهم باعترافهم بوطنيتهم وحبهم لبلدهم، وتعاديت انا ذاك الحب لوطنهم اللي عداوني به. وفعلا عطيني عندي فكره هم اللي عندنا نفس الحملات، نشكرهم اللي عندهم دائما واجدين الاطباء المغاربه. ما في اي طبيب مغربي نجي لك نقول له تمشي ما مشى، العكس. عندنا بعض المشاكل كما عرف الاستاذ خص، كم من طبيب مغربي يمشي يشارك في الحمله، ولكن احنا نبدا العدد يعود محدود. الحمد لله فهم كلهم يبغوا يمشوا، المغاربه كاملين باغيين يمشوا. عندهم ثقافه العمل الخيري سائده في المجتمع المغربي الحمد لله. زين دكتوره، بما انكم ما طفقتوا لي معكم طبيب متخصص في النساء، نبدا تقولوا لي شنو هي اصعب الامراض النسائيه اللي جبرتوا؟ نظرا كانكم عدلتوا جراحات نسائيه، وشن هي نظرا جراحات نسائيه ذم ياسر فيهاش كان في الرحم او في المبايض؟ بما ان الاستاذ خيز دكتور الشرقي هو اللي تكلموا به، والاستاذ خيز عند النساء اكثر وجود هو لي فيبروم، الاورام الحميده في الرحم هي اللي موجوده كثير. فيبروهات
زين. هي اللي موجوده كثيره وماشي ما كاين حتى مشكل يعني العمليه ديالها كدوز بسلام الحمد لله. زياده على هذه اننا وجدنا يوم الجمعه ان قمنا بعمليه عند امراه وكان التشخيص الاولي بصد انه عندها حمل في المبيض خارج الرحيم في المبيض في القناة فالوب. فمن خلال الجراحة تبين أنه تقيح مبيض. وهذه حالة نادرة. حالة نادرة والحمد لله دازت في ظروف جيدة. الحمد لله ونجحت العملية. نجحت العملية. الحمد لله. وشنو التخصصات الأخرى اللي قمتوا بها؟ عدلتوا فيها العمليات جراحية ونشهد جراحة الأنف والحنجرة كانت هي أكثر المرة الماضية أكثر علاش أكثر لأنه جراحة اللوزتين الحيمات ما يسمى بالحيمات كانت تعدلت 15 حالة يعني بحيث أن اليوم الأخير ما وجدناش أطفال اللي باقي عندهم شي حالة الحمد لله نعم الحمد لله. وبالنسبة لجراحة البروستات كانت ياسرة نقدر نقوله مع الأسف هذه السنة درنا عملية واحدة مولفين السنة الفارطة كانوا ناس اللي جاوا اليوم الأخير وما استطعناش نعملوهم فهذا الحالة ما وجدوش الحمد لله. بالنسبة لكم محمد ترى كانكم قط بحثتوا عن حد يعاونكم في تمويل الحملة ولا كانكم لا مستقبلا تخموا فيها؟ لا ما مستقبلا ياك تعموها لا انا ماني معنى حد قاعد نتيشى ماني معنى حد يتيشى اي للاسف الشديد مازالت ديك الثقافه تكاد تكون منعدمه في مجتمعنا لان مازالت الناس عندها الفكره انها تعول لا على الدوله كان نشوفوا على المواطن هو باص ويعطي جزء كبير يتوالى الدوله شيء يتوالى هو ذاك الاخر للاسف الشديد مازال عنده تفكير المواطن يفكر الاعلى وسائل الدوله كما يتوسل المجتمعات كامله فمجانب لا بد يقوم به المواطن اولا اعتراف بالجميل لوطنه واعتراف بالجميل مدينته وللاسف الشديد مازال قايم ذاك الجانب وانا شخصيا لا مانع لانه تقريبا تكلمت مع المنتخبين والناس الاعيان لان احنا نشوف المستشفى تقريبا الاليات كامل اللي عند المستشفى يحسبها علينا ما يعطينا ما هو الحيط بيتادين لي غان دي سيرينغ لي فيل كامل عند فارماسي دروبيتال لو كان تقريبا فما لقاش يبقى يخلص ذاك الجانب انا ماني ضده ولكن للاسف ما اجبرنا حد وبالتالي اخر يوم عدلنا الحساب معهم وخلصناه وبالتالي مفتوح المجال حد يبقى يتكلم من الدقة للاسف الشديد احنا ما نلوذوا له بالالحاح لان احنا ديجا ساكنين شو عادين برنامجنا وعندنا تكاليفنا وعندنا كل شيء قال مولي حد يبقى الخير مرحبا به ما انا منعه خير ما اجبرناه دكتور ماذا عن البلدات اللي ما هي عاصمه الولايه كيف مثلا المناطق الاخرى ترى كانكم تقومون باستشارات فيها لا احنا ما نقوم باستشارات احنا نفتحوا الحمله معنا مجموعه اللي هي ثلاث ورقات ياسنه قال لها مجموعه وطر ادرس شباب وطر ادرس ومجموعه تريس اكتيف اللي ساعدتنا مساعده كبيره وبالتالي هي اللي تكلفت لعبه اشتهاء هذولي اللافتات اللي والله لي باند سميتهم اللي باندور اللي مدورين في المارشوط ومدخل اطار بليده وكامل يعني رجع لهم دور كبير هم قاموا دور تحسيسي وعلموا الناس وبالتالي الدور التحسيسي هو اللي فتح المجال للمواطنين جاونا الموريتانيه كامله وبالتالي نحن ما نقدر نكون في عاصمه الولايه لان نحن اساسا مركزين على الجراحه والجراحه ما قد تعدل ما في عاصمه الولايه ولكن لا مانع على الناس كامل اللي مقاطعه التابعين الولايه والولايات اللي خارج الولايه جاونا كاملين مرحبا بهم الناس كامله جاوكم كامل وبالنسبه لهذه الحمله هذه السنه بالنسبه لكم انتم الدكتور اللي جيتوا مراتهم ماذا يميز الحمله هذه السنه عن سابقتها حسب رايكم؟ ما يميز هذه الحمله كيف شرت لي سابقا وهو ربما أننا في المسألة التنظيمية تحسننا أكثر اللي كيجعلنا أننا نربحوا الوقت ونخدموا في ظروف منتظمة والجديد هذه السنة وهو دخلت معنا جمعية شباب وأطر أضرار يعني اللي بغيت نقوله هو المجتمع المدني بدا كيقوم بالدور ديالو بغض النظر عن الدور ديالنا حنا الدور الطبي وكنظن هذه من المسائل الجديده هذه السنه واللي تبين في الميدان
انها فعاله واننا خصنا نحبذوها ونعاودوا اننا نشتغلوا في هذا في الجانب هذا. هذا ان شاء الله. بروفيسور امال، بالنسبه لمنطقه كمنطقه ادرار وهي منطقه معروفه الشمس فيها متينه، ترى شنو هي الامراض فهم اللي جبرت وسببها الشمس، سبب التعرض المباشر للشمس؟ هنا نقطه فكرتيني في واحد النقطه مهمه، وهي ان العديد من النساء كيستعملوا مرهمات، مرهمات كتحتوي على الكورتيزون من اجل تبييض البشره، من اجل وهذه المرهمات كتعطي مضاعفات كثيره، كتعطي البقع السوداء، كتعطي نوع من الحب كيشبه حب الشباب، نوع من حس البشره كتولي رهيفه بزاف، وكتكون مع الشمس كتبدا تعطي الحكه. وهذه نقول بان اكبر مشكل اللي كان هو هذا، والعلاج ديالو يتطلب وقت كثير ومتابعه، ما يمكنش تحل المشكل في يوم. فبالتالي هذه وصيه للنساء ما يستعملوا هذه المرهمات اللي فيهم الكورتيزون، لانهم كيعطيو في الاول كيحس الانسان بان البشره ديالو مزيانه، ولكن المضاعفات ديالو من بعد كتكون كثيره. ولقيتوا حالات من هذا النوع؟ كثيره الحالات من هذا النوع، يعني كثيره اكثر من 60 ولا 70 حاله من هذا النوع ديال النساء اللي كلهم كيستعملوا هذه المرهمات اللي موجوده في السوق. طبعا وكانت حاله اخرى ديال واحد السيده اللي دارت صبغات الحجبان ديالها بواحد النوع حتى هو ما خصوش يكون، لانه مكتوب في الباكي بانه مصنوع فيه مواد اللي تعطي الحساسيه، التهاب الجلد، بارابان، فيه بزاف المواد، وهذه مواد اللي خطيره في الحقيقه اللي خص الانسان يبعد منها، لانك تقدر تعطي حساسيه اللي تقدر تكون بعض المرات حساسيه كتنتشر في الجسم كامل. تقريبا هادو هما بالنسبه للاشعه الشمسيه، هي فعلا خاصه بالنسبه للنساء لانك تزيد تكثر هذاك السواد ديال هذا، فكانت توصيه باستعمال الواقي الشمسي وخاصه الملابس. انتم في موريتانيا كاين هذا التقليد ديال الحيف، هذا مهم بالنسبه اكراه مهم احسن اكراه الشمس. من بين الامور اللي كانت في هذه الحمله الطبيه اللي الحقيقه هي مزيان، هي يكون فيها حتى الجانب التكويني. فكانت مثلا في الحالات اللي كنت انا كندير فيها التشخيص كانوا معايا اطباء موريتانيين اللي كاين معاهم اللي كان لنا الشرف انه كان واحد خريج من مراكش، وكان واحد خرج من الدار البيضاء، وكنا درنا حاولنا نفسه بيناتهم التشخيص وكذا، فكانت هذا الجانب التكويني حاضر في هذه الحمله الطبيه. زين دكتور سابق نمشي خالك سؤال دائما يجيني خاصه لينا اليوم، وخذت على صفحه البرنامج اسماء الدكاتره واختصاصاتهم اللي هي نستضاف، مشات لي واحده تسول عن بلونداج ديار على الحواجب شنو هي مضرته، قال عن تشقير الحواجب بلونداج شنو قال له؟ صبغه هي هو ما الاكسجين يعني قال له التصبغ وينزع اللون، ينزع لون الحواجب. هذوك المواد مهيجه وكدير حساسيه، كدير الحساسيه، اذا في خطوره. في خطوره يجب تجنب هذه المواد، لان فيها مواد ممنوعه اصلا. مثلا في الدول الغربيه المكونات اللي كنلقاو في هذه المواد اللي تباع هنا ممنوعه اصلا في الدول الغربيه، لانها في جميع المواد اللي برودوي كوزميتيك اللي كيتباعوا في هذا ما خاش هذوك المواد يكونوا اصلا. زين، فبالتالي الانسان يبتعد على هذا. زين دكتور بروفيسور ادريس خزريس، بروفيسور فيه بعض الجراحات بسيطه اللي تنعمل دائما، مثل جراحه شين قالوا مصران الزايد لابنديس. جراحه بينديس ندرا كانكم لقيتوا منها حالات في الدار، وندرا كان في المرحله رايتوا شي في المراحل الاخيره والله لا مازال في البدايات. نعم، شنو النسب اللي رايتوا من ديك المضاعفات اللي فاتت مضاعفات؟ اولا قبل ما نجاوبك على السؤال اريد ان انوه بالمشاركه الفعاله منذ 3 سنوات باطباء موريتانيين سيرتو في ميدان الجراحه، الانف والحجره وفي ميدان التخدير، يعني ساعدونا بزاف ودابا دخلت في الطبيعه ديالهم ولاو كيشاركوا معنا باستمرار. من ناحيه المصرانه الزايده او لابانديس، كانوا هناك حالات اللي هاد السنه ما كانت حتى شي حاله، ولكن السنوات اللي قبل كانوا هناك حالات ديال لابانديس وفتحناهم في الوقت وجاب الله التيسير الحمد لله.
اللي كنطمحوا ليه واللي باغي ان شاء الله في المستقبل يتطور وهو الجراحه بالمنظار. في هذيك المنطقه ديال الاطار نبغيو نطوروا هذه الجراحه ديال بالمنظار، غتكون النجاح ديالها ميسور ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور فضيل، المعروف عن دائما في المناطق الداخليه خاصه المناطق البعيده عن فم عقليات عند الناس في اخبار الاطفال مثلا عن شيء لا ينبتوا سنين وذاك النوع، وفروق الماء ما يمشوا بهم حتى شهر الطب في الوقت المناسب. انت راه كانك مجبر تشري من ذيك الحالات، والله زاد مضاعفاتك الحالات، عيالتي يجبر يشير كاع عنده مشاكل ويجبر على سبب مضاعفات اصلا تجفاف ما يقص الطب. لحسن الحظ لم اصادف هذه الحالات. الحمد لله. علاه؟ لانه يجب الإشارة بأنه الخلية المسؤولة يعني تقوم بدور فعال. يمكن وجدنا حالتين ديال سوء التغذية الحاد واللي مرتبط أساسا بالفقر. يعني السيدة في اليوم ما قبل الأخير شخصنا حالة من سوء التغذية الحاد، وفي الليل قامت المسؤولة بزيارة للبيت، وهذا يعني جانب أساسي، وتفقدت أحوال الأسرة، وجدت بأنها يعني حالتها يعني لا تسمح لها بشراء حتى اللحم اللي هو يعني متوفر بكثره في موريتانيا للاسف الشديد. يعني هذا من الحالات ديال سوء التغذيه. اللي نبغي نشير له بالنسبه للامهات، هناك بالنسبه لمرض الضيقه يعني حساسيه عند اطفال، يعني هناك يعني عقليه ما يبرونشيت لازم ضيق يرفضون رفضا بات استعمال البخاخات. يعني يجب تحسيس يعني، ولكن الحمد لله من خلال بعض الحالات تم بعض الامهات استجبوا، وبحكم عدم توفر الاليات والدواء فاعطاهم مشاولوا لنواكشوط، واتوا يعني الاليات باش نشرحوا لهم كيفيه استعمال الدواء وتم استعماله. يعني هذا العقليات اللي مازال يجب تضافر الجهود، والمجتمع المدني يعني يجب ان يقوم بدوره. فعلا كانت مشاركه شباب ادلر، وكانت مشاركه مجموعه من الاطباء العامين يعني كفاءات، ولكن المجتمع المدني بالتحسيس يقوم بالتحسيس على الصعيد الوطني بصفه عامه. زين زين. دكتور، بالنسبه لكم هذه الرحله، هل لاحظتم حالة غريبة ما يتعلق بتخصصكم؟ لا، ما وجدناش حالة غريبة. ما وجدتوا حالة غريبة؟ شكرا. دكتور محمد، بالنسبة للتكوين اللي تحدث عنه الدكتور أمال، أنت رشين هي المعايير اللي تبغوا بها الأطباء الموريتانيين من أجل مرافقتكم في هذا؟ مو احنا فاتحين المجال لأي موريتاني قبل شوي، ولكن أساسا نعتمدوا الأطباء اللي تكونوا في المغرب، لان هما اللي تقريبا تفرضنا بهم علاقات زمن تكوينهم معرفه بهم، وفيهم واحدين اللي مازالوا في اطار التكوين يتخصصوا، وفيهم اطباء عامين يمكن يتكونوا، وبالتالي بما دائما نفس المستشفى نتلاقاو بهم ونعرض عليهم الفكره ويتبناوها كاملين عقبهم، وان شاء الله عندهم دور كبير يقوموا فيه. بالعكس نتمنى ان مع الوقت يعود مجموعه كلها مجموعه موريتانيه. نتمنى ان شاء الله نوصل لهذا ان شاء الله. المستشفى ماركات اياها المخضرين اثنين عندنا، هما اصلهم كلهم موريتاني، واحد موريتاني واحد موريتاني من جنوب المغرب، المناطق الجنوبيه المغربيه، ولكن مغربي ولكن المناطق الجنوبيه المغربيه هو اصله موريتاني، بالتالي جانب التقدير حكما تقدر تحسبينه جانب كله كان موريتاني. زين، شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام، والعفو على ضيق الوقت للاسف الشديد. شكرا لكم جميعا، شكرا لك الدكتور محمد الصنيبه، شكرا لك بروفيسور امل، شكرا لك البروفيسور فضيل مال عيني، شكرا لك بروفيسور خيز ادريس، شكرا للاستاذ المشرقي مصطفى، شكرا لكم جميعا، وشكرا للفريق الذي اعد هذه الحلقه الذي انجز هذه الحلقه، احمد شريف احمد والمحمد عبد الله محفوظ ومريم محمد، والى اللقاء في الحلقه القادمه باذن الله. السلام عليكم.